نكمل الكاربريتر. عندما يعمل المحرك بسرعة عالية، فإحنا هنا إذا كان بسرعة عالية والثروتل is suddenly closed، فجأة انغلق الخانق. إحنا من انغلق الخانق إيش راح يسوي؟ to declare the automobile، من نريد نقلل سرعة المركبة، فإحنا كنا بسرعة عالية رأسا نغلق هذا الثروتل حتى نقلل من كمية الهواء الداخلة، وبالتالي شو راح يصير عندي؟ slightly rich mixture will be delivered by the carburetor. إذا هاني كنت بسرعة عالية معناته كمية وقود عالية، إذا انغلق الخانق راح قلل الهواء، إذا بعده شنو عدي؟ لا زال المكسشر بغني من بالوقود اللي راح سلمها إلى الكاربريتر. طيب هسه الجمع هنا، الجمع ما بين الخانق المغلق والسرعة العالية للسبيد، يعني عفوا السرعة العالية للمحرك، هذا شو راح يخلق لي؟ راح يخلق هاي فاكيوم، يعني راح تنطيني هبوط بالضغط أكثر. وين؟ بالانتيك سيستم داون ستريم. هذه داون ستريم فروم ذا ثروتل بليت، يعني ما بعد الثروتل، ما بعد الثروتل راح يصير اكو فرق ما بين الضغوط اللي موجوده بالداخل والخارج من الثروتل. ايش راح يسبب لي؟ This will cause very little fuel flow into the carburetor. هذا راح ينطيني كميه قليله من الوقود اللي راح تمر من خلال الكاربريتر ثروت. ليش؟ لانه احنا قلنا راح يصير الفاكيوم يعني كبير، او الديفرنشال بريشر، but will cause a flow through the ideal valve. لكن لا زال انه يسوي اكو عندي جريان للوقود عن طريق من؟ عن طريق الايديال فالف. والايديال فالف قلنا وين؟ صاير بالداون ستريم اوف ذا كاربريتر حتى يعالج لي هذه المساله. This fuel، هذا الوقود اللي راح يخرج لي من الايديال فالف، ايديال فالف العفو، هذا الوقود راح ميكسد وذ لو اير فلو ريت، راح يخلط لي مع معدل جريان الهواء القليل اللي هي نتيجة شنو؟ نتيجة غلق الخانق. غلق الخانق will give the rich mixture. إذا أنا عندي وقود لكنه الهواء شبي قليل، وهذا الوقود اللي يجي عن طريق الايدل فالف will give rich mixture needed to keep good composition. ليش؟ لأنه أنا لازم عندي وقود حتى يحافظ لي على الاحتراق الجيد. طيب with the high vacuum in the intake system، ما قلنا انغلق الثروتل صار عندي vacuum in the intake system، هذه الفاكيوم in the intake system راح يكون يقول a very large exhaust residual. لاحظ very large exhaust residual، يعني راح تكون غازات متبقية بكمية كبيرة، كمية كبيرة. من اجت هذه الغازات؟ will occur during valve overlap. بالoverlap انا صار عندي intake، لاحظ هنا أنا high vacuum in the intake system، يعني البرشر كلش نزل. اذا من يصير عندي الفالف اوفرلاب، انفتحت الصمامات اثنيناتهم، صمام دخول الهواء وصمام خروج العادم، اذا هذه الغازات ايش راح تصير؟ ايش راح تسبب لي؟ rich mixture is needed to sustain composition. لابد انه هذه الغازات المتبقية راح تكون
مقارنة مع كمية الهواء الداخلة، يعني كمية هواء قليلة وعندي كمية غازات موجودة، بالتالي راح شو يسوي؟ راح يغير لي من مواصفات هذا الميكشر، حيث ان هذا الميكشر هو شنو؟ عندي ريتش ميكشر يحتاجه المحرك حتى يبقي لي او يحافظ لي على ديمومة الاحتراق. اذا مس فايرز، هذا الاختلال اللي راح يصير بالاحتراق او الاشتعال are common during، دائما شائع الحصول بهذا النوع من التباطؤ. لاحظ هنا الفيول انجكترز هالحالة شتنطيني give mulch better AF control in fast acceleration، يعني هذه الحاقنات الوقود راح تنطيني أفضل يعني نسبة AF تتحكم بيها رأسا إذا كان أكو تباطؤ سريع. عندما يمر الهواء من خلال فنشوري throat نلاحظ أنه الـ pressure drop للهواء راح accelerate، يعني يتعجل يزداد through the throat. عندما قلنا يمر راح الهواء شبي راح تزداد سرعته، معناتها pressure drop زاد and then rises again as the air velocity، وبالتالي هذا شي يسوي؟ ينطيني سرعة عالية للهواء اللي هي is reduced past the throat، تزداد السرعة من خلال هذا الثروت. دائما انه هذا النت بريشر لوس اللي صار نتيجة مرور الهواء من الثروتل، النت بريشر لوس through فنشوري with downstream pressure never equaling upstream pressure. ليش؟ هذه الداونستريم قلنا اللي بعد الفنشوري، والأبستريم اللي هو قبل الفنشوري، دائما ذولي شنو مو متساوي، نت بريشر لوس غير متساوي بين الداونستريم والأب. إذن يوجد أكو اقتراح this was suggest أنه هذه قطر الخانق الكابريتر should be made larger، لابد أنه يكون أكبر حتى يسمح لنا بكمية الهواء تدخل أكثر ويقلل لي من الـ pressure loss. however بالإضافة إلى large throat area، إذا كبرت مساحة الخانق would have low air velocity. لاحظ إذا كبر الخانق إيش راح ينطيني؟ يقلل لي من السرعة، وإذا قلل سرعة small pressure differential through the fuel capillary tube راح يصير قليل الـ pressure differential. ليش؟ لأنه هنا ما راح يصير هبوط كبير ما بين الداونستريم والأبستريم، وبالتالي راح يسبب لي causing poorer AF control. إذن بما معناه أنه إذا كبرنا مساحة الثروت صارت كبيرة، بالتالي سرعة الهواء اللي مار راح تكون قليلة، إذن تعكسها على يمن تعكسها على راح يصير عندي small differential pressure اللي خاصة راح يكون بالكابيلاري تيوب فيول كابيلاري تيوب، وتسبب لي ب بورر يعني AF راح تكون قليلة أو فقيرة.
إذا كانت فقيرة راح شي يعطيني ينطيني larger fuel droplets. ليش؟ لأنه إحنا هذه القطرات قلنا راح تكون صغيرة إذا كان سرعة الهواء عالية، وإذا كان البريشر ديفرنشيال كبير إذا القطرات راح تكون صغيرة. لكن هنا إذا كم سرعة الهواء الداخل قليلة، إذا راح تسبب لي إلى قطرات كبيرة، وبالتالي راح يكون poorer mixing of air and fuel، وراح يكون فقير هذه الخليط. إذا low engine speed and corresponding low air flow rates، هذه من راح هذه وين تحدث؟ تحدث عندما يكون low engine speed قليلة، أي إنه راح يدخل لي كمية هواء قليلة. إذا بصورة عامة هنا أنا generally راح نشوف it would be desirable to have large throat carburetors، إنه يكون مرغوب إنه إذا كان large throat يكون كبير. هايش وقت on high performance engines بالإداء العالي للمحركات، which usually operate واللي دائما تكون وين at high speed بالسرعات العالية، and where fuel economy is secondary priority، وتكون اقتصادية الوقود هي الأفضلية الثانية، يعني إنه إحنا نفضل السرعة عالية high performance أكثر من ما بعدين يلا نجي على الاقتصادية الوقود. small economy engines هذه المحركات الصغيرة that do not need high power ما تحتاج إلى power عالية would have small throat carburetors، وإذن إذا ما تريد high power معناته أنه راح تنطيني small throat carburetors. الناس من هذه إنه نشوف إذا كبر قطر الثروت قللوه، عرفنا هذه التفاصيل. راح نكمل بالفيديو الثاني بما يتعلق بالكاربريتر.